أنا عايز أقول لكم إن إحنا في مصر ما خفناش من الكوفيد، ما خفناش، وهنا في شباب من كل حتة في الدنيا موجود، ولو كنتوا شفتوا الشعب المصري كان بيتعامل معاها إزاي، كان بيتعامل معاها في إجراءات احترازية، في تحسب، في يعني اندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة. ده اللي أنا عايز أقوله. لم يتوقف العمل في مصر لحظة، لأن إحنا ده اللي أنا عايز أقوله بقى في النهاية، يعني إن مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف، والحياة تقف. لا، الحياة ما تقفش، الحياة هتستمر، وحنتجاوز أثرها بشكل كامل إن شاء الله قريبا. يعني شكرا جزيلا.